اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، نروح لمنتخبنا الوطني، رايك في اداء منتخبنا الوطني مع كارلوس كيروش والتاهل منتخبنا الوطني للمرحله النهائيه في تصفيات كاس العالم؟ والله يا كابتن، يعني لحد دلوقتي ما نقدرش نحكم على عليه، لان هو طبعا عنده سي في قوي جدا، لكن المدربين دلوقتي مش بالسي في. اوكي. لانه ممكن يبقى معاه سي في جامد جدا بس لا يوفق مع المنتخب بتاعي. نعم. او اللي انا بتولاه. اللي احنا شايفينه لحد النهارده الاداء، المنتخب كاداء ما فيش الاداء اللي احنا بيرضي الشعب المصري. سواء مباراه ليبيا الاولانيه، وطبعا احنا كلنا عارفين الظروف اللي ليبيا بتمر بيها، فده مش مقياس ابدا الحكم على كروش والجهاز الفني الموجود معاه. أيوه. الماتش اللي فات احنا شفنا الشوط الاولاني تقريبا يعني اكتساح 2-0 وبيضيعوا اهداف، واحنا بنلعب بطريقه غلط. وزي ما انا قلت لك في البدايه انه ما قراش ماتش الزمالك كويس، وشاف فكر موسيماني انه كان بيلعب برقم 8 وشريف على الطرف، لكن هو عاملها حسبه. الحسبه ايه؟ ان هو عايز يلعب مصطفى محمد بصرف النظر هو كويس او مش كويس. انت النهارده شريف جاي في 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 مرحله عاليه جدا ومعنويات عاليه جدا وفت جدا. ابسط حاجه ان انا الحته مع محمد مجدي قفشه مع شريف ومع محمد صلاح، الثلاثي ده في الماتش ده اعتقد كان هيعمل انجاز. كنت تتمنى ان مجدي قفشه يلعب، يعني مجدي قفشه مكان عبد الله، مكان عبد الله، لان الاثنين جايين مع مباراه رائعه جدا وعاملين اداء وفي تفاهم. وبرضه يلعب بنفس الطريقه اللي بيلعب بيها موسيماني، مش عيب. مش عيب ابدا يعني. فانا شريف بيبقى فيه حريه حركه، بيبقى راس حربه، وبعدين في نفس الوقت احنا شفنا السردباكين بتوع انجولا ضعاف جدا على الارض واخطائهم قاتله، فكان ممكن جدا شريف الشوط الاولاني لو بدا بالشكل ده، محمد صلاح مع قفشه مع شريف على الطرف، شريف مش على الطرف، شريف على الطرف بس بيضم، بيبقى راس حربه، وقفشه اللي هو انت بتهاجم والعكس، ويبدا بحمدي زي ما بدا الشوط الثاني. دي ابسط يعني، دي حاجات كلها بسيطه المدرب المفروض ان هو بسرعه بيفهمها. وبعدين ما يعني ده في اربع خمس ايام انا بخش على طول على مباراه مهمه جدا ومصريه جدا، ان انا كنت العب بالشكل ده لان الشكل الاولاني ما نجحش، والدليل ان هو الشوط الثاني ابتدى يعمل عمليه التغيير، واللي وفقنا فيها جدا ان الحمد لله قدرنا ان احنا نجيب جول نهايه الشوط الاولاني ثم جول في الشوط الثاني. لكن الاداء يا كابتن اسلام، احنا اللي ممكن يتقال ان احنا المفروض نساند المدير الفني للمنتخب القومي، نسنده بايه؟ ان احنا ننقد النقد البناء. ايوه. مش ان انا اساند في الغلط، ما اتكلمش غلط. يعني او يقول لك مثلا ايه، الاداء مش مهم. ازاي الاداء مش مهم؟ المهم النتيجه، كلام في منتهى 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 الخطوره. نعم. لان انا الاداء يعني ايه؟ الاداء يعني انا ازاي بدافع وازاي بهاجم. مظبوط. طب انا اكسب ازاي؟ يعني انا اكسب ازاي من غير اداء دفاعي وهجومي؟ فالكلام اللي احيانا بنقعد بنسمعه في منتهى الخطوره، انا المفروض يبقى في اداء وفي نتيجه، وزي ما شرحنا في المداخله اللي كانت موجوده من شويه، الراجل المدرب بيجي في فتره وجيزه جدا بسرعه بيستوعب اللعيبه اللي موجوده معاه، وبياخد اللعيبه 48 ساعه وبيلعب في العالم كله كده. نعم. مفيش معسكرات طويله، المعسكرات الطويله دي اتلغت يا كابتن من العالم كله. اسبانيا بتلعب النهارده، بتلعب امبارح، على طول الدوري بعد يومين، وهكذا. المعسكرات الطويله دي اتلغت لان في حاجه اسمها ثقافه لاعب. نعم. انا بحدد لك الملعب، وحضرتك بتشوف المدير الفني معاه الملعب الصغير ومعاه الادوات، ودايما المدرب المساعد بيقول للاعيب قبل ما ينزل يقول له انت هتجري في الحته دي وهتعمل الشكل ده وهتدافع بالشكل ده وهتهاجم بالشكل ده. نعم. مفيش حته بقى ان انا يعني اتمرن وعشان اعمل انسجام. انسجام ايه؟ انت راجل محترف وراجل بتلعب حاجه اسمها كره قدم مبنيه على العلم، مش على الاجتهاد ولا العشوائيه. نعم. يبقى في نتيجه وفي اداء. اللي احنا بنتمناه ان احنا في الفتره اللي جايه اكيد هنقابل اي منتخب، سواء كنا من الخمسه او من غير الخمسه، اكيد هيكون اقوى من الفرق اللي احنا
قابلناه سواء طبعا. ليبيا او انجولا او الجابون. فاللي انا بتمناه ان يبقى فيه تثبيت تشكيل نمره واحد، يبقى فيه قرايه. تثبيت تشكيل ده في غايه الاهميه، انت داخل على مرحله في غايه الاهميه.